فراج عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. مستعدين للمغامره؟ جدا. فراج انت قسمت قلبك الاهلي الرز الابيض وبعدين بسنت. ازاي بقى بسنت تيجي في المرتبه دايما فطحاني؟ هي اللي قالت على فكره مش راضيه يا استاذ، يعني لو تعرفي لو تفتكري الموقف هي اللي قالت ده. ايوه انا عارفه ان هي اللي قالت. ممكن تصحح لها المعلومه لو المعلومه دي خاطئه ولا طبعا لا هو الطبيعي صححها بقى رسمها لي صح. الرز الابيض الاهلي بتاعك. طيب وليه بسنت اللي عايزه تعملي دايفنج مع قروش؟ مع ايه؟ مع قروش علشان كل الناس اللي اعرفه ما عملوها، اعرف ناس كتير قوي عملتها بتقول لي لذيذه جدا وسهله قوي ولما ياكلك القرش ولما ياكل هي على فكره هو مسالم جدا مش هياكلك ليه يعمل دايت؟ هو مش بياكلك unless provoked يا جماعه. هو الراجل كائن في حاله، راجل هائم على وجهه كده. ما تغطسي من غير قروش. عايزه اغطس مع قروش. وبعدين غالبا هي دي المغامره. اغطسي معايا مثلا يعني. غالبا هي دي المغامره الوحيده اللي لسه ما عملتهاش. دلوقتي هنخش على الفي ار تيست عشان نشوف بقى مين اللي هيجيب الهاي سكور. مفيش بطانيه مع الفي تي ار ده. في ار، في تي ار ده يعني فيديو. يا مامي يا مامي. بس هي الفكره ان السيركل جنب قوي التوب. هايله يا ولد يا مسموسه. يا جماعه ياه ماكس ومان وجيسون سابقيني مش معقول. حلقي حلقي يا بنتي. هو حلق حلق. ايوه 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 ايوه. يلا يلا يلا. اوبا. اوه 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 اوه. ايوه شفت شفت. يا ولد يا محمد انا عايز العب بتاعتي تاني. بصوا مركز ازاي؟ مستفزني جدا. حاسب حاسب حاسب. ما تمشي يلا. هو خبط اصلا ولا ايه؟ خد يلا يا ماكس. يمينك كله يمينك كله يا مدير يمينك كله هتلبس. يا نهار اسود. ايوه هي بتخد. خلصت. فرقوا بسنت. ايوه. بعد الفي ار تيست النتيجة كالآتي. لبست خمس مرات في الشجرة. بسنت مغامرة بنسبة 91%. ايه ده؟ والفائز معانا الأستاذ فراج بنسبة 96.5%. 91؟ 91 والله كويس. ده لا مش خالص خالص. أنت 96 يعني. مبروك يا بيبي. شكرا مبروك. الله يبارك فيك. أنا كده الجايزة هتجيلك في الآخر. بالظبط. دلوقتي آخر حاجة هنعملها قبل ما نطلع الطيارة عايزاكم تسجلوا فويس نوت. كنا كده انتوا حاسين بايه؟ لا 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 مش للدرجات. عايزين بس ايه نسمع الاحساس عشان نقارن قبل وبعد. اوكي. طلع يا فروج الموبايل. بقول كده بس. ابتدي الحكايه. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين؟ جدا. طب قولي بقى كان نفسكم مين يبقى معاكم دلوقتي؟ من صحابي مثلا نبيل عيسى. كان هيبقى اكسايتد قوي قوي قوي. وانت مين يا بس؟ انا كان نفسي في اصحابي ممكن دينا. دينا نجم. هنكلم دينا بقى نعيشها معانا اجواء. نكلم دينا؟ ماشي. لو دينا عايزه اقول لك خبر. قولي. مش انا قلت لك ان انا رايحه شرم الشيخ مفاجاه؟ ما قلتليش انت رايحه تعملي ايه؟ هنعمل سكاي دايفنج مع بعض. عارفة هننزل فين؟ في طابة. جروبات البنات بتاعت واتساب كلها أمانة في رقبتك. لا ما تصدقيش. وأنا ليا 1500 جنيه عند البت هدى والنبي بخديهم منها. ماشي يا دينا تشاو شاو. لاف يو. باي باي. لاف يو موري حبيبي. باي باي.